برنامج النية طيبة، والبطل بهلال. بهلال شخص حبوب من أهل قطر الطيبين، وهو اللي بيكون بطلنا في كل حلقة من حلقات برنامج النية طيبة. على بهلال في كل حلقة مواجهة ثلاث تحديات، وإذا الله وفقه وتمت التحديات الثلاث بيتم التبرع لأحد الجمعيات الخيرية. شوفوا معانا بهلال إيش بيسوي في حلقة اليوم. تحديات بهلال الثلاث اليوم. التحدي الأول عبارة عن رحلة في حداد، وبهلال لازم يصيد على الأقل سمكة واحدة دخيل الله. والتحدي الثاني عقب ما يصيد هالسمكة هذا إذا صادها لازم يشويها. أما التحدي الثالث والأخير لازم بهلال يبيع ويصرف كل اللي صاده بأي طريقة من الطرق. بهلال مروق اليوم وياي يشتري أسماك زينة، وهو يالس ينقي ويختار بين ألوان السمك العجيبة والغريبة، منها البرتقالي والأبيض والأسود وأشكال وألوان. كان يطلع له ظرف المهمة الأصفر. وش بعد؟ أنا وقت مهمات الحين واللي يلا خلني أشوف مش هي بعد. يا لبيح إني يا طيبة أحب الأعمال الخيرية. أنا ويلكم everybody. Friday no touch me. أكيد بتقولون وين راعي الحوض الحمر بو شنب رايح؟ المهمة والتحدي النية طيبة أكيد بفوز. لصالح المؤسسات الخيرية كل شيء يهون. النية طيبة. بما أن البحر يحيط بدولة قطر من ثلاث جهات، ما تقدر تبتعد عن البحر أكثر من ساعة واحدة. قولي وين أروح؟ شمال شرق؟ وش هذا البلية؟ أنا وين؟ عالم البحار وين؟ اسمك ملونة يعني؟ على الأقل تطلع لي لون اسمك سيلفر برتقالي. بهلال البس يا بهلال. شوفوني وين السيدية اللي قبل شوي؟ شوفي الحركات بهلال الحين بيلتقي بواحد من أشهر وأفضل الحداقين في قطر. هذا هو ناصر مبارك، واللي صاد في هالمياه مياه دولة قطر هو وعائلته من أجيال وأجيال. بديت في البحر من صغري، تعلمت البحر من أبائي وأجدادي وهلي كلهم هالبحر. أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا عصبي في البحر علشان أعلمك. عاد الحين يا أبو هلال هذا هو التحدي. ترى أبو مبارك ما بيصبر عليك. أبو مبارك راعي بحر. أفع عليكم يا جماعة، أضبطكم على قلبي. البحر لعبتي أصلاً، إذا طلعت البحر وبسيط السمك كله يتحرش فيني، يقول تكفى أخذني طق فيني برا ورجعني. أقول أنا خايف لا يطلع علي سمك قرش
ويخرب علي التحدي وتروح علي المهمة. يا لبيه النية طيبة يا ولد. يلا يا ابو هلال طاولة مرايلك. والله ما سويت شيء. من هناك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. والله مرحبا مرحبا ابو هلال. حياك حياك. حياك الله. انت منو؟ وش تبي؟ ايش فيك؟ يلا حيي يلا حيي اقرب. انا وين 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 رايح؟ هلا هلا اوديك وياك. هلا طلع منك. هذه ذباحي اليوم ذباحي. اقول تبي على قولتهم شو اسوي لك؟ بس قطع صغار صغار قد المدار علشان يكفي عشان يكفي. ما عندنا ييم ولا اللي توحق. كفو 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 يا ابو هلال. شوي 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 عفية عليها. اسمك بسبع ارباح. قطعت انت تبي تخترب لاسمك. ها شوي شوي. ايوه مبارك قولي بديت قلبك. تبي شقف على قولتهم ولا قطع كبار ولا صغار؟ نبي شقف نبي صغار. انت سويتها مفروم. هذه انت بتشبع السمك كلهم. خليهم يشبعون عشان يجون اكثر. كفو اي عشان قص عليهم. عملية بسيطة سويت تتونة انت. سم بسم الله. بسم الله. يلا يلا توكل على الله. عشان يسمعون السمك. كفو وخر من مارك. بس قريب ايوه بس عندك قط. كفو ما في شيء ما صدق شيء. شوي خله كذي. متى طيب اصبر. الحين متى انت كفو. يلا قود اسحب كفو يا ابو هلال. كفو تعال يا سمكة. نعم وين؟ ما في شيء ان شاء الله بس. وبعدين قول لي ايش السالفه اليوم. انا تقول لي باكل سيفود وستيك وينه؟ طول بالك اصبر شوي. ان الله مع الصابرين. اصبر ان شاء الله جايك الخير. مبارك هيا ابشر بالخير. كفو حوت كبير. بعدي ولا قرش. شوي وادع هامور ان شاء الله. لا ابي زبيديه في حبه خال هنا ولا شوي اقول ابي زبيديه. قلت لك البحر فيه خير. كفو مبارك. كفو قلبه فتح القهوه. عادي هامور شوي حاسب هذا. وش انا اجيب لك واحد اطول مني. وخر بالك. بسم الله يا ولد حبيبي. جول هيا. شفت التسديده؟ كفو عليك يا ابو هلال. ما دامك يبقى صغير بتجيب لك كبير. شيء يا ابو مبارك وصلنا. تمللت. وسع صدرك لا تصير عيل. شوف الخير جايك ان شاء الله. وين الخير جاينا؟ بهلال حرارة الشمس ارتفعت واحنا ننطر. يلا عاد او مرايلك. اسحب مبارك. ابشر بالخير هيا. بعدي كفو يا ابو هلال. ابشر بالحوت بعدي. لا هاي المكان كله همور ها شوي بسرعه. داخل طرق كفو ابو هلال. وشو هذا؟ همور شوف اكبر من ذاك. وشو هذه؟ بعشيني وبعشيك وبعشي الربع كلهم.
شوف صفقة صفقة دق 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 يا جماعة أنا فرحان إني صايد سمكتين، لكن تعالوا يقول لي أطبخهم ما أدري أشويهم، أنا وين والطبخ وين؟ لكن تدرون شلون؟ الظاهر إني بطبخ نفسي ما أدري أشوي نفسي، يلا أشوفكم. يقول لي هامور من هوم عليك من هوم رك يا العمور من هوم رك ما يبي له شيء، إحنا كل اللي بنسويه خفي قصة خفي قصة لا تعطل لا هاي 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 لا مبارك الله يا مبارك وانت كل يوم تشوي المطبخ موجود المكان كل شيء ها الصخر موجود طيح لا اشوفك انا اللي بيني فيتامينات هذه الاكله هذه الاكله يا ابو هلال هي اللي بترجعك 5 سنين ورا. تعال. مبارك ما خلص يا اخوي ذبحنا الجوع انا صار خلاص بارنار. خلاص جاهز. ها؟ جاهز. جاهز؟ نعم. ولا اروح اجيب البحر كم لا 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 خلاص. ماتش ماني. يلا يلا يلا. فرايدي فرايدي. خلاص خلاص خلاص. طلعناه يلا قول لي كم تبي هامور اجيب لك خلصنا الحين بيض الله وياك بيض الله وياك وجهك ابيض عفا عليك كفو عليك يا ابو وين رايح وين رايح يلا يلا حياك 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 يلا يا ابو هلال وصل الغدا وصل الغدا الناس تموت باطلاق نار هذا ميت صيد عفا عليك عفا عليك وين رايح هذه تمره خلاص الله هذه غدانا ايه هامور مشوي اي وتمره اي والله هذه هذا اللي قبل شوي يرافس نعم. يسوي لي ها على بالك بتغوع هذه اللي صدته انت يا ابو هلال اي هذا صيد اخوك ها يلا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ما في خبز عندك ما في شيء لا 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 هنيئا لك يا ابو هلال على العاده تمر وسمك تعال 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 حياك الحين عاد يا وقت التحدي الثالث ولي تكفى تكفى ساعدني شس يا اخي خلاص ما تحسبت عقب بس قول لي ولي هامور هامور عود وات يو وانت ذس غرشه كبيره هي مالي الجبسي وهذا يقول لك شمال شرق 459 للمدينه وللدوحه وبمبارك وروح اروح سباحه الهامور ايش رايك نروح سباحه يا طيب هلب 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 يومي والله مالك يا ابو هلال الا هذول عاد ما اخذوك معاهم بالتلته انا لازم اروح الدوحه بيزي بيزي نورويك تو يوي وش هذه بنانا يا حبيبي احنا ما نركب على بنانا احنا نركب بستور ها او بنانا طيب
يا طيب يا طيب ما يزلك. الحمد لله أني ما غرقت على قيد الحياة وما طحت من البنانة. كان حقوق الإنسان ومنظمة الصليب الأحمر والنايتو يدوروني ما طلعوني، وبعدين إيه تتحدوني جايبيني على فرضة السمك. على بالكم ما صير بيع سمك؟ بصير بيع سمك وببيع اسمك غصبا على اللي ما يرضى. ها هامور هامور خايس. إيه لبيه النية طيبة يا ولد. أيوة ها ايه عدل. لا هذا الموقع هذا الموقع متأكد. ارتاح يا الهامور ارتاح. نام نام. 4000 و800 الهامور الزين. مواصفات طيبة، مواصفات بنك خطأ للتنمية، مواصفات على كيف كيفك. تحول زهن عزاز فتحة ليتات شف بيبان صك السيت متحرك غير اوتوماتيكي. يلا يا ولد على 4000. انت بتشتري ولا قاعد يبا؟ هذا حامور لا يعجبك. شوف 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 يا طيب، هذا الحامور لانه متواضع طيب هو مسوي هالشكل، مسوي تقويم تقويم. 4000 ايش فيهم؟ على 5 ريال هذه 4000 يا طيب. 3000 3000 اي 3000 3000 والله على هالحالة يا ابو هلال ما ظنيتك بتبيع الهامور. شوف لك صرفة. هامور هامور يا طيب شراي على 25 ريال ابيع وام شيء. ها يا طيب هامور هامور بس خسران. تكفى يا طيب عطي وجه. طيب يا حبيبي تشتري بلاش؟ اشرف ايوه الله يخليك. امر في مطعم قريب من هنا. في بلا في وين؟ سوق واقف. مطعم شو اسم المطعم؟ والله ما ادري اسمه لكن هو سوق واقف. مطعم سوق واقف. سوق واقف يسوي هامور؟ اي نعم. ما يزعل الهامور لما يشوي؟ لا ما يزعل. اي يا ولد على سوق واقف واقف على المحاره. ايه ما يبيله بزنقه زنقه اليوم. شوي 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 شوي. يلا باي باي. يلا على سوق واقف على سوق واقف واقف هامور اي جو سوق واقف. والله عليك افكار يا ابو هلال، ما انت بهين تبيع السمكه مشويه. يلا الله يوفقك. طيروا 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 افرحوا ارقصوا استانسوا معاي الهامور. الحين اوديك، انا عارف وين اوديك. خليتك بدل ما تصير هامور عود تصير خطاك. هاو ار يو؟ فاين جود جود افترنون. Where this where this chief شرشف؟ أنا بزنقة زنقة هامور. This is oh me this شوي زنقة زنقة بدت ساعة العمل. افرحوا. Where this؟ تعال تعال وين الشيف؟ ما أدري الشرشف اللي عندكم. تعال شوف اللي معاي تعال. يلا يا أبو هلال راونا حين الطبخ. شرشف يا شيف تفضل. مرحبا يعطيك العافية. الله يعافيك. أقول سهلة. بدت عندي ساعة العمل بزنقة زنقة ولا دار دار ولا بيت بيت. شوي 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 ايه؟ الحين الحين أوكي أنا بعمل لك إياها، بس هي ما مش الحاجة تروح تغسلها. أغسلها؟ غسلها وجهه وغسلها. لا والله قول لي بعد جيب فوط معاك بتحممها. بدك سمكة كويسة بدك تاخذ من عندنا سمكة، هي ما بيمشي حالها. زين وين 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 أغسلها؟ غسلها جوا روح غسلها جوا. يلا يلا الله يغرب الفليسي كثر مو بنت اللي تغسلها. أنا ما عندي رحمة ها؟ ايش اسم حضرتك؟ رامي. رامي؟ شيف رامي ايوه. يا انا قلت يمكن رامي وصياد. شو بصير؟ اقول ايوه انا ابي عاد اليوم يومك. خلاص اليوم يومك. اليوم بدت ساعه عندي دقت ساعه العمل. رامي يا نعم. ايش تبي تسوي؟ بعلمك اليوم كيف نعمل سمكه مشويه اسمها السنجاري. مشويه؟ مشويه على كيف مشوية. كيفك كمان اكيد. ايه انا بعد ما تطوفني. لا لا انا لا. تعرف صدت الهامور هذا اللي مسوي فيها هامور. قلت بروح ابيعه
لقيت ان الجماعه قالوا لي لا ما ادري وشو، تعرف ما جاب لي سعر. المهم قلت ما تطوفني، وين بوديه؟ خلني اشويه. خلاص وديه انت لعندي وترك الباقي علي. ولا إيه؟ والله ما يندر ايش بيطلع من تحت يدك يا ابو هلال. احلى سنجاري بتجربه على كيف سنجاري؟ كيفها. سنجاري هاي السنجاري المشويه تبعنا. ايوه إيه. مو تبولي ولا تبولي. اي حلو. راح اعلمك هلا وخليك انت كمان تشتغل معي. ايه. هي شويه بصل. بصل مع ثوم وشويه ايه؟ بهارات عربيه على كيف كيفها. جرب معي حط شوي. ايه. تبو ايش اسمه؟ هاي البهارات. بهارات ها؟ ايوه او التتبيله. تتبيله ها؟ ايوه. لا بتبلها انا. انا بتبلها. ايه تبلها وظبطها على الاخر. شوف شوف. يا ولد. يا عيني عليك. احنا بناكل اكل. احنا بناكل اكل. بنغطيها كلها بالبهارات هلا كويس. ايه. بعدين بندخلها على الفرن. تكفى ابي الهامور يصير هامور هامور. هامور هامور على كيف كيفك كرم عينك. شوف. اوكي جاهزين هلا؟ بعدين. هلا بدنا نحطها بالفرن. ايه. بالفرن بدأت ساعة العمل. بدأت ساعة الشوي. ايه. يلا يا ابو هلال صيدك هذا هو في الفرن، خلينا نشوف ايش بيطلع منه. رامي انا ارتحت لك. الى ميت اهلا وسهلا. انا تخبر عاد البحر هذا شيء عادي. انا كل يوم اروح البحر. يوميا بالليل بالنهار الساعه 2 بالليل طق علي يعني المره تقول لي انا بس ابي سمك. انا اروح للطراد ادخل داخل 666 و855 الف فاصله بوينت تحت ما شاء الله. اطلع فوق الا سمك معاي. كل السمك يجي عندي امسكه شو اسوي؟ ابيع اترزق الله. عطاش انا وعيالي عندي 12 ولد الله يخلي لك كلهم ياكلون سمك. عن الربربه والسوالف والشلخ يا ابو هلال يعانين. احلى هامور وتكرم عينك. وين ظبطوا هلا الهاموره بالفرن؟ ما خلص بالفرن. بالفرن خلصت بالفرن. حرام شويته شوي انت. ما انت بدك اياها مشويه من احلى ما يكون. أوه. اوكي هلا بدنا نحط لها المرحله الثانيه. ايه هلا بنحصل عليها بتكون باحلى لون. المرحله الثانيه هاي المرحله الثانيه كمان. مو شوي هامور. ليش مو شوي هامور؟ على السبور طيب تاكل طيب صح. هذه مناقصه المرحله الثانيه فيها بعد. ايوه شو هذا اللي حطيته؟ هاي كمان صلصه عليها مشان تجي بصير لونها. صلصه هذه ولا صلصل؟ صلصه صلصه. ايه انا راح بالي التبوله. صلصه بندوره وطماطم من احلى. أيوة. ما يكون. هذا تعلمون انت كمان. الله ايوه 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 يا ولد يا ولد. اوكي ايوه الله يعطيك العافية يا رامي. الله يعافيك. علمت. شوف شوف ايش قاعد نسوي. نشوي ونضبط. يلا يا ابو هلال ترى احنا يعانين وميتين يوع. يلا وينك وينك؟ مبارك ابو هلال. شو الصدمة الحلوة؟ يا مرحبا يا مرحبا. يا هلا بالغالي. يا اخي شو الصدمة الحلوة؟ الله يحييك يا سلام. بليز بليز ميس ماي فريند شوبينج شوبينج. يا حمد يا هلا بالغالي. والله انت الغالي ماي فريند. اللي ماله اول ماله تالي. كنت وين راح ابو مبارك؟ لا 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 هذا شيء طيب بس خلينا نجربه خلينا نجرب وخلي الجماعه ياكلوا. بس لدي لدي بس لدي بس ايه بس لدي كونكلي كانتري بس فور مي فور مي نو فور يو فور مي. ثلاثه للدبوزبزين. الله يستر. كفو عليك. ايش رايك؟ كفو عليك. هيا بعدي. هيا بعدي يا ابو هلال بعدي. شلون؟ لا والله حلو. لا نعم هذه بهارات ترى على السريع. ها هذه على السريع. على السريع انا اللي علمتك شيء بسيط لكنك انت طلعت دايه. ابو مبارك انا الحين اغوص بالبحر اطبع داخل هذا الحمور اللي خليته. شوف شلون صار. ايش رايك؟ لا لا ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. نعم. ها شفت شلون؟ شفت شلون؟ ذس جود جود ماني. نفسك نفسك. ها بس التمره. التمره بس. ها التمره وين؟ التمره بجيبها. ابو عليك هذه بتكون عندك.